شغلة أساسية لتنجح بالمدرسة الغش. أكيد غشيت. ما في تلميذ يعني غير ما بيغش. لا أبدا. بلا شوي أمرار كثير واو، ما بينعيش بدونه الغش. لا والله منيح كثير، بيساعد كثير، هذا رأيي. الشي ما بيفيد بالمرة وبيقدر يخليك تنجحت من الجامعة، بس إنه منضل نستعمله مش غلط. إنه نحن صغار إيه، بس كانوا يقولوا لنا إنه إذا نحن ما عم نشوفكن الله عم نشوفكن وهيك قصص. كنت بالمدرسة كتير خاف، بس هلا لا خلص صرت حاسس إنه لازم خلص، بس مو بغش كتير شوي. كان لازم ارجع بيروت السبت قبل الحلقة، ولكن تسكير المطارات بأوروبا عطل الحلقة. بما انه كنت بفيينا ما في نق كتير، احسن ما تزعل اسمهان، بس الاكيد انه مش هين الواحد يروح حلقة بسبب بركان. انك مش عارف هتسافر ولا مش هتسافر، ده اسوأ حاجة. كنت بحلم بكل حاجة انها ممكن تعطلني الا بركان على فكرة، يعني ممكن زلزال، ممكن حادثة، انما بركان اخر حاجة. اول مرة اشوف كبار بركاني في حياتي، يعني الطيارة اللي احنا راكبينها دي فيها حوالي 15 جنسية، كله خايف، كل واحد يعني واحنا طالعين بنعمل التكوف كان بيصلي بطريقة دوبة. مفيش مشاكل هتحصل ان شاء الله. المشكلة بالامتحانات الرسمية انك بدك تحكم على مصير تلميذ من خلال امتحان بده يقعد فيه بخلال ساعة او ساعتين، ومصير حياته بخلال 12-13 سنة اللي مرقوا اللي سبقوا بخلال دراسته ما كان لهم اي قيمة. انا بدي اقول انه انعرض علي اقدم عن شخص وصلوا معي لحدود $2,000، يعني بس انا ما قبلت وما قدمت، يعني اكيد خوفا من المساءلة القانونية. وقت نحن عم نقدم مثلا تلميذ بكل جهد وقاعد عم يعمل امتحان، تلميذ ثاني عم توصلوا الأجوبة ومن أستاذ واثنين وثلاثة، يعني نفسية الطالب اللي قاعد عم يكتب بجهده شو حتكون قدام هذا؟ وانت شفت بيع يعني شفت، أنا شفت بعيني بشرف مبادرة شغلتها تعمل توعية للنزاهة الأكاديمية وأخلاقيات العمل، يعني بزنس اثكس واكاديميك انتجريتي. هلا الليله عم نحكي عن النزاهه الاكاديميه. فيكم تفوتوا على موقع بشرف.org. نعم بشرف.org. يعني عم نحكي عن شيء ظاهره يبدو عادي، يعني صايره ضمن التراث الامتحان انه في طلاب بيجيهم الاجوبه، في طلاب بيكونوا عم ياخذوا عم يتلقنوا. لا جوفان بليز، انه مش تراث، لا تراثنا اهم بهي من هي بكثير. شو بدي احكي، صارت مره معي شغله، فتنا على الصف عم بتقلي صاحبتي يي انتو فاتين على هاي الغرفة مرعبة هاي الغرفة. فتنا انا وصديقة لقلي قلت لها بنا نضبط الغرفة، فتنا ضبطناها مثل الساعة، ما ارهبناهن، قلناهن اعملوا معروف بده يكون في نظام وهدوء، لانه الغرفة الكل بدهن يشتغلوا فيها ما بدنا نعطل حدا. وكانت ماشي مثل الساعة، منتفاجأ بانه المفتش بالغرف بيجي بفوت بيقول لهم هيدا السؤال جوابه كذا 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 كذا، وشو بدك يصير بالغرفة؟ مظاهرة بالغرفة. اليوم الشباب كتير تحمسوا بزافانونلاين.com، اجينا كتير ردود فعل واجينا كتير رسائل عم بخبرونا عن افكار وتجارب مرقوا فيها باساليب غش كتير مبتكره وجديده. اللي لفت لنا نظرنا انه اساليب الغش بهالايام صايره كتير هيك العلاقه بالتكنولوجيا. خلال البحث اللي قمنا فيه للتحضير لهي الحلقه قدرنا نوصل لمعلومات عن مجموعه اشخاص باحدى ضواحي بيروت الشعبيه بيقوموا بالامتحانات بدلا من الطلاب اللي عم يسقطوا. جربنا نوصل لهم ولكن كانت السريه كثير عاليه. قدرنا نوصل لحدا عملوا عنه الامتحان، حدا سقط 3 مرات بالثانويه العامه بالاقتصاد والاجتماع، وبالمره الرابعه جاب 16.5 معدل، ما بعرف جيد جدا او ممتاز. يعني انا مثلا بقدر اعطيك مثل عن جامعه عندها ويب سايت، بتفوت بتعمل ريجستريشن وبتقلك انه كمل بعت السي في، بيقولوا لك اف يلا بعت السي في، ما في 10 دقائق بيجيك موافقه انه انت نجحت بهالتيست او وات ايفر. فيك شو بدك نقي، بدك بي اي، بدك بي اس، بدك ام بي اي، بي ستيت بامريكا اسمها اذا بتحب في قول اسمها بيلفورد يونيفرسيتي. اذا شفتوا حدا اجى لعندكم وقال لكم عنده شهاده من بيلفورد يونيفرسيتي تفنيصه ما تصدقوا. انا بلشت من سنتين تقريبا، كان عندي لونينج سنتر فتحته تاني سنه جامعه، اتجهت انه اعمل شيء لتعليم وكذا، وفي كثير رفقاتي كانوا معي. بعد 6 شهور فشل المشروع لان اغلب اللي اجوا ما بدهم يتعلموا،
بالعكس بده حدا يشتغل عنهم انه يعمل بروجي عنهم. بفضلت انه انا ساكر اشتغل من البيت كبزنس. هو بروجيك اسيستنت لكل تلاميذ الجامعات وحتى غير الجامعات. انا هلا عم بعمل له ويب سايت، عم بعمل ديزاين لويب سايت، جروب على الفيسبوك وانتشر عمي بين كثير عالم. ابلش بالدومين شوي شوي حتى طلعت اخذ كورسات حتى افهم شو عم بعمل، مش انه اعمل شيء مش عم بفهم لا يسقط الزلمه يعني. مثلا اخذت كورسات زياده عن الميجر تاعتي بزنس وحبيت الدومين وهلا عم بعمل ام بي اي. فعليا اغلب اللي عملت لهم بروجيت اخذوا علامات عاليه، مشان هيك شجعني انه كملوا هيك. في ناس ما بيكونوا غاديين على الجريد بس بينجحوا، ما في حدا سقط لهلا. بس في ناس ما بيكونوا غاديين على الجريد بيتوقعوا انه اذا دفعوا مصاري لازم يكون الريزلت يكون كثير واو، بس هو مش ضروري يعني. البروجيت الصغير يعني كورسز عاديه ببلشوا من $50 وطلوا، والسين بروجيكت من $200 وطلوا، وصلوا 500 400 حسب شو هو. بالنسبه لي مش غش الفكره، ليش انا عم بتعب فيها. هو بالجهه الثانيه التلميذ هو عم يدفع حقها السيرفس، انا بعتبرها سيرفس اكثر ما انها شيء مساعده او شيء سيرفس. هو عم يطلب سيرفس انا عم بقدم له السيرفس. هلا هو المسؤوليه بتوقع عليه، اذا هو ضميره بيأنبه انه ما عمل بروجي او شيء ثاني. البروجيات اللي بعملها بغير فيها شيء بسيط 1% 2% كالكوفر بيج اول صفحه. حتى لان هيدي كثير صعبه انه تغيريها بين 100 بروجي كل واحد يغير، بتكون نفس الفورمات تاعت اول صفحه. هيك عم بكشف حالي يعني، ما بعرف. حتى الاوت لاين بيكون نفسه داتا تقريبا. هلا اللي فسر لي المحامي في ايه، انه هيدي المهنه مش قانونيه ولا شيء، ما لها حتى اذا بدي اسجلها او شيء او مكتب ما في بسجلها باسم ثاني. اذا بدي افتح مكتب بسجله وكذا، بس انه حدا يطالني قانونيه او شيء ما في. بال 97 انقبلت بالاي يو بي وكان في عندي اكسبشن انه لازم انجح بالتوفل. اخذت شيء 6 مرات اقدم توفل ما كنت انجحه، مش نافع بالتوفل، ما نفع بالتوفل. فقررت حدا يقدم عني التوفل، زورنا اخراج ايد وقدم عني التوفل، فت على يو بي وما عدت ولا كورس، عملت بزنس ما عدت ولا كورس، بالعكس علاماتي كانوا كتير منيح. ورجعت اشتغلت شيء 7 سنين برا وهلا عم بشتغل ببوزيشن بلبنان كتير منيحه. الغش هي مسؤولية رئيس المركز، مسؤولية المراقبين، ولكن أيضا والأهم من ذلك هي مسؤولية القوى بين هلالين السياسية أو غير سياسية الموجودة على الأرض. لأن في بعض المناطق، في بعض المحيطات، المحيط المدرسي، هناك ربما بعض المراقبين عم يتعرضوا أو رؤساء المراكز عم يتعرضوا لضغوطات فعلية من قبل هذا الجو اللي بيدفعهم احيانا الى التساهل بعمليات الغش. نحن اللي عم نعمله هذه السنين، الخطوه الاولى انه لن نسمح لاي رئيس مركز سبق وكان هناك اي اشاره حول ضعف ادائه بعمليه اداره هذا المركز ان يعود الى ان يكون رئيسا لمركز امتحانات. من هذه الاسئله، بنك الاسئله هو اللي بحطها، ما عاد الافراد هن بحطوها، مش عاد استاذ هو بيحط الاسئله، بتتجمع الاف الاسئله في بنك الاسئله هاي ويتم اختيار السؤال اوتوماتيكيا اليا، وبالتالي يعني ويوزع الاسئله صبيحه يوم الامتحانات. انا اكيد انه ما في اي تسريب لاي سؤال من الاسئله. انتم كبشرف عندكم حمله رح تطلقوها اكاديميه قريبا. صحيح، في عندنا حمله وعد النزيهه الاكاديميه. الفيك اسمه وعد النزيهة الأكاديمية. هلأ طلعنا على الهواء اليوم الصبح. الفكرة منا أنه بندعي الطلاب يفوتوا يكتبوا وعدهم، يشاركوا على الويب سايت، يقولوا أنا مش عجبتني هيدي الفقرة، يتحدثوا عنه. من بعد 3 أسابيع نختتموا بورشة عمل صغيرة، بعدين بيطلع على الهواء، بعدين بندعي الطلاب. في عنا حملة ندعي الطلاب يروح فوت على الويب سايت ويوعد حاله بانه ما يغش، بانه ما يغش، بيترك لنا ايميله، نحن علينا انه نتواصل معه. في فكره كثير لازم تتوضح هون، انه بس when you do a project the market is divided into three markets او three segments مثل ما بيقولوا. اول segment هو lazy student، يعني ما له جداد يشتغل project، انت بتشتغل عنه 100%. بيجي لعندي الكسلان اللي ما قاله جلادي انت بتعمل عنه. الفئه الثانيه شو؟ كان الفئه الثانيه اللي في عندك تلاميذ يمكن يكون عندها هاي ديستنكشن، يعني تلاميذ بيكون معهم متفوقه و
وضروره او ما عندها وقت بتكون الله يساعدها بتكون عم تشتغل مثلا لتروح تامن تدفع للجامعه او وات ايفر نحن كمان بنساعدها وفي تلاميذ بيكون علاماتهم تحت الارض وعم بيطلبوا مساعده بس من البروجكت جاست تو ريز ذا جريد ليقدروا يقطعوا الكورس لما يرجعوا يدفعوا مثلا كورس الاي يو اللي بكلف $1,500 بالسيمستر